15,000 صاع القم يسمونه عيش، كل سنة يحل 15 صاع، 15 منصوفة نصفين، نصف حنطة ونصف شعير، شف مدة 1000 سنة. تخيل الآن وش وضعها الآن، ما أدري، عدنا سأل الدكتور عبد الله وصار علي الحين بالعيون. يعني هذه الوثيقة 600 سنة، لكن لطرافتها أقرأها. يعني شوف، أصلا الشخص مستأجر الملك، ويظهر أنه أصلا صبر له، استأجر من شخص آخر ثم هو صبره بعد ذلك، لكن لم تعلن وثيقة ذلك. يقول: أقر غازي الفريح بأنه استأجر من عبد العزيز الرقيعي ووالدته قليب ضليعه الذي استأجره من الدسامة، معروفة في شرقي الروض، غرب عنه قليلا، شرق فيد حباب، اللي هي فيد يعني ملك أو حق أو كذا، فيد حباب استأجرها غازي أفريح 600 سنة في 18 مئة ريال، 18 مئة ريال، يعني 1800 ريال في 18 مئة ريال، كل سنة يحل 3 أريال في ذي الحجة، ريال ونصف للدسامة قاد مات، وريال ونصف للرقاعة، وأول الإجارة في ذي الحجة ختام 1360، والمنتهى يعلم من المبتدأ. طبعا لا تعليق، بخلي الدكتور عبد الله الزيدان يعطيك الدكتور فترة تعلق عليها. دكتور، هذه من مضاربكم ولك الحق التعليق عليها. الوقف، هنا نلتقي إلى الوقف والوصية. طبعا معروف الوقف، الفرق بين الوقف والوصية. الوقف هو ما يوقفه الإنسان حال حياته، يوقف عينا بحيث يكون مرجوعة أو مردودها ينفق، لكن الأصل لا يتصرف فيه، بينما الوصية تكون للتصرف فيما بعد الموت. لكن سأقف على وثيقة واحدة فيها أيضا. يقول باقي 7 دقائق. يا دكتور، الحين أنت من الجامعة ومن أهلي وأحبابي وذا، يا أخي افزع لي، عطنا زود شوية. يعني هذه الوثيقة، الموقف عبد الله مهنا الصالح أبو الخيل. عبد الله مهنا الصالح هذا ابن مهنا الصالح اللي هو أمير القصيم. من خلال هذه الوثيقة اكتشفنا أن مهنا أبو الخيل، أن مهنا الصالح كان قد ناسب أخذ أو صاهر الحجلان بن حمد اللي هو أمير بريدة قبله، وربما تكون هذه لها علاقة في تطلعه إلى الحكم، فهو زوج مريم التي سبق ذكرها قبل قليل. وعبد العزيز بن محمد آل أبو عليان بالمناسبة والدته هي قوت بنت حجلان بن حمد. يعني من خلال هذه الوثائق تتعرف على تاريخ كان حيا في تلك الفترة. طبعا هو وقف عدة أملاك، له 3 أملاك في الوطاط، والوطاط شمال شرق بريدة، تبعد عنه تقريبا 4 كيلو، مشهورة بالأراضي المزارع في تلك الفترة، وكان الماء يأتي من الجبل اللي هو عليه مصنع السمنت الآن، من الجبل تنبع ينابيع تخرج وتسقي المزارع في تلك المنطقة. طبعا سبل هذه، أوقف هذه الأرض بحدودها وأطلع. طبعا هو ملخص الوثيقة يقول: شخص يحبس بعض عقاراتي بمدينة بريدة بآبارها وتوابعها من المزارع والقصور والنخل والمسايل في أعمال البر له ولأبيه الأمير مهنا الصالح ووالدته مريم بنت الأمير حجلان بن حمد ولجديه وجدتيه. طبعا جدته لولة العرفج، جدته لأم لولة العرفج المشهورة اللي يقول عن عبيد وجود دوها لما العرفج جيت تواريها وتراوي. وفيها أيضا أضاحي وحجج ونفقات أخرى في وجوه البر العامة التي عبر عنها بقوله: كسوة عريان أو طعام جائع أو أضاحي، وجعل الوكالة للصالح من أولاده. في هذه الوثيقة حقيقة نلاحظ أن الموصي أيضا وثيقة أخرى اللي كان قد وضع، ما أدري يا دكتور عبد الله، هذه وثيقة تحدد وجوه الإنفاق يعني بالتحديد بالدقة. يقول: يا رجل يوصي بما يحقق له ولوالديه ضحايا، كما يوصي بتوزيع تمر على الصائمين في جمع رمضان وفي يوم عاشوراء، وعلى الضعيف من ذريته وأقربائه، وعلى من يقف عند الباب سائلا، كما يوصي باقتطاع مبلغ معين
من أجل ثلاث حجج له ولوالده ووالدته، وفيها ذكر لسرج المسجد ومدرسة في القرعة. يعني شوف جمعت بين عدة هذه، شوف أنت تطلع من خلال هذه الوثيقة على حياة اجتماعية، تكافل اجتماعي، التعامل مع الأوقاف في المساجد، المدارس كيف ينفق عليها. تلاحظ أن هذه الوثيقة لم يوصي بالشائع ثلث ربع خمس، لا، هو أوقف أشياء أو ذكر أشياء مخصصة من غير أن يذكر الثلث أو الربع مجالاً.